بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. رح نحكي إن شاء الله بإذن الله بشكل سريع جدا عن الداشبورد، البوكسز الموجودة في الداشبورد اللي هي بتكون الديفولت يعني. الكلام ده طبعا بيكون أندر أبديت يا جماعة، يعني مش شرط يكون ثابت في كل ريليز من الريليزز بتاعت ووردبريس، يعني ممكن دايما بيكون بيتغير. ولنفرض مثلا بتلاقي في على الديفولت بتلاقي أول بانل بيظهر لك ويلكم تو ووردبريس، بيقول لك طيب أنت جيت ستارتد، ما تيجي تعمل كاستمايز للويب سايت، يعني حاول تغير في الثيم، حاول تغير في الكلام، وبيديك شويه نكست استبات، حدد الفرونت بيج، ضيف بيجز زياده، اعمل بريفيو للويب سايت بتاعك، وفي مانج للويب جيت والمنيو والكومنت، وتتعلم حاجات كتير. وطبعا انت عارف الديسمس بتحاول تطلعهم لك، ولو عايز ترجعها مره ثانيه هتروح تعلم على الويلكم فهتلاقيها رجعت، والكلام اللي احنا عارفينه في السكرين اوبشنز ده. طيب الشاهد بجمع معايا، اول بوكس بيكون خبر عن بيكون عباره عن الووردبريس نيوز، وده خاص بالاخبار بتاعت ووردبريس، يعني 1 جون 2017 الريليز الجديد من ووردبريس 4 و8، وشويه اخبار، وبيقول لك والله ده حصل كذا وكذا والكلام ده، والبوبيولار بلجن حاجه اسمها ليميت لوجن اند تمبتس، لو انت عايز اعملها انستول. الكلام ده مربوط بالمجله بتاعت ووردبريس، جاست كليك عليه هو هيحاول يدي لك الناس المهتمه بالكون سيرند بوز الووردبريس والاخبار والكلام الجميل ده يا جماعه. ده بالنسبه للنيوز. تحت منها بتلاقي حاجه اسمها الكويك درافت، والكويك درافت ده بمنتهى البساطه ازاي بالظبط، عارف انت المسودات في الموبايل، حاجة انت مستعجل كده ومش عايز تعمل لها بابلش وما عندكش وقت تحفظها، جاست بس تايتلها هنا ويكتب اللي انت عايزه واعمل لها سيف كدرافت، هتلاقيها موجوده هنا في الدرافت تبعك، تمام كده؟ يبقى الدرافت ده بمثابه مسوده يعني كده، هنشوفها كتير في الموضوع ده، في انك تيجي تكتب بوست وانت مش عايز تعمله ببلش، طب خير خلاص اوكي خليه في المسودات وانا اعلمه كانه درافت يعني، وقت ما يكون ريدي وراجعته لغويا حطيت الميديا تبعك جاهز للنشر انشره. تمام كده اوكي. الجانب اللي تاني ات البوكس اللي تحت بقى تحت الدرافت ات اجلانس، الامر اسبح ب ازاي بيدي لك بريف، انت ايه بص يا سيدي انت عندك 2 بيجز، انت شغال على 4 7 5، يعني انت عايز تعمل ريليز عايز تعمل ابديت 2011 ثيم، الثيم اللي انت مسطبه، بيدي لك زي نظره سريعه عن ايه الدنيا عندك، طبعا لان الدنيا عندنا لسه فاضيه فده بمنتهى البساطه. الجانب اللي جاي كان خاص بالاكتيفيتي، نو اكتيفيتيات، لاني انا لسه ما عملتش بيج او حد ما عملتش كومنت او ما ضفتش توبيك اور ارتكل اور ممبر اور اس، الامور كلها طبعا اندر ايه اندر تريننج يعني، فعشان كده ما في اي اكتيفيتي حصل، الاكتيفيتي ده راح يحصل وراح يتسجل عليك زي بنسميه كده ايه يا جماعه، زي سجل الحاجات اللي انت بتحاول تعملها، وده واحده من ضمن الفيتشرز الجميله جدا في ووردبريس، مساله الربط بالاكتيفيتيز اللي انت بتعملها بالداتابيس تبعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.